نحن حرس المنشآت النفطية لدينا خطة متكاملة لتأمين جميع الحقول والمواني النفطية وخطوط البترول وخطوط الغاز. طبعا نحن عندنا وحداتنا منتشرة في كل رقعة في يتواجد فيها إنتاج البترول الليبي. طبعا نحن نشتغل بمهنية وحرفية عسكرية في التنسيق مع الشركات في مرافقة فرق الإصلاح وتأمين الأجانب وتأمين خطوط الغاز اللي يمتد من 1000 كيلومترات وخطوط الأنابيب اللي يذهب من منطقة الواحات إلى الحريقة وإلى ميناء زويتينة وإلى ميناء الهروج وإلى ميناء السدرة. فهذه مسافات كبيرة في عمق الصحراء. حرس المنشآت النفطية لديه وحدات منتشرة في كل حقول النفط الليبي. طبعا نحن حرس المنشآت النفطية عملنا منظم حسب الترتيب العسكري والمهنية العسكرية الحقيقية بإجراءات قانونية حقيقية. نعمل وفقا لخطة موضوعة وكل ما تطلبه الشركات في التأمين وفي الحماية وفي الحراسة وفي وتأمين الحفارات حرس المنشآت النفطية يقوم بها على أكمل وجه. طبعا هذا في تنسيق نحن والشركات اللي عندهم أجانب. طبعا في الأجانب موجودين في جميع الحقول الآن النفطية في ليبيا، ولكن طبعا الشركات عندهن محطات وعندهن أنابيب وعندهن حفارات، فيتطلب أن تحرك هؤلاء الناس. طبعا اللي بيطلبوا منا نحن سواء كان مدير الحقل ومدير الشركة، فنحن نأمن في حمايته بالكامل جميع المستخدمين سواء كانوا أجانب أو كانوا ليبيين.